فلم تكن السلفية حادثة في عصر من عصور الأمة، بل السلفية ممتدة بسلسلة نور متينة إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تخلو الأرض منها يوما من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ولن تخلو الأرض منها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ونسبتها إلى إمام من أئمة المسلمين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نسبة باطلة لا شك في بطلانها، بل هؤلاء من أئمتها السائرين عليها، المجددين الدعوة إليها، المبينين أصولها. فالدعوة السلفية بدؤها من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: الدعوة السلفية هي دعوة الإسلام الصحيح، دعوة الإسلام الصحيح، دعوة الكتاب والسنة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت خاتمة الدعوات وآخر الشرائع وآخر الأجيال، وإنما لم يكن يطلق عليها ذلك، يعني لم يكن يطلق عليها السلفية لأنه لم يكن هناك حاجة، فالمسلمون الأولون كانوا على الإسلام الصحيح، فلم تكن هناك حاجة أو داع لقول الإسلام السلفي أو الدعوة السلفية. ومقصوده رحمه الله أنه في صدر الإسلام لم تكن هناك إلا السلفية، فالإسلام كله السلفية، فلم تكن هناك حاجة لتسمية تميزها وتفصل بينها وبين غيرها.